السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخوتي الطلبة، إن شاء الله نرجع وياكم نكمل دروسنا في الكلكلس 2 وهن الأجزاء الثمانية الأخيرة من الكلكلس. وصلنا الفصل 11 واللي هو البولر كوردينيتس، وأخذنا جزئين وهذا الجزء الثالث إن شاء الله. اليوم حلقتنا بسيطة جدا، إنه راح نعرف شلون إذا أعطاني معادلة مكتوبة بالمحاور الكارتيزية أو الكارتيجيان كوردينيتس شلون أحولها للبولر كوردينيتس للمحاور القطبية. إن شاء الله درسنا راح يكون سلس، وهذا الدرس عبارة عن تحضير المن تحضير للدرس القادم واللي هو راح يكون شوية أصعب، واللي هو كيفية رسم المنحنيات المكتوبة بالصيغة القطبية. طبعا عندنا example change the followings to polar اكو اثنين to polar coordinates ال A راح نسميه هنا اللي هو ايش منطي لمعادلة عادية x تربيع زائدين y ناقصين 3 تربيع شي يساوي 9. طبعا تعرفون هاي المعادلة هي explicit بصيغة explicit، يعني مكتوبة بالصيغة f of x y يساوي لثابت c. تعرفون هاي الصيغة عندنا احنا للكارتيجية، اما اكتب y يساوي اكتبها بالصيغة اللي هي y يساوي f of x، وهاي شو نسميها نسميها implicit، او اكتبها f of اكتب y العفو x y شو تساوي عندي ثابت. هاي الطريقة شو نسميها العفو، هاي اسمها explicit وهاي اسمها شنو، هاي اسمها implicit، يعني هاي صيغة ضمنية تتضمن الاكس والواي، وهاي صيغة شنو غير ضمنية او صريحة. هنا احنا راح نحول المن راح نحول، تعرفون قضيتنا بسيطة جدا، ما نقدر هيجي وعندي قوس لازم افتح القوس، يعني اطلع الواي والاعداد الثوابت اللي جواها حتى اعرف اطبق العلاقات اللي عندي، دائما اخلص من اي اس موجودة احاول اتخلص منه. الاكس تربيع باقي زائد مربع الاول اللي راح يصير y تربيع 2 في الأول في الثاني ناقصا 6y زائد مربع الثاني يساوي 9، وهنا عندي يساوي 9. طبعا هاي أوزان متساوية راح تنحذف، راح يصير عندي x تربيع زائدا y تربيع ناقصا 6y شي يساوي عندي 0. x تربيع زائدا y تربيع راح شي يساوي عندي، راح يساوي عندي r تربيع ناقصا هنا ايش راح يكون عندنا، راح يكون عندنا 6 تنزل الواي نعوض مكانها r ساين ثيتا يساوي صفر. للي ما شايف ذيك الدروس او داخل مباشرة هنا عندي الاكس يساوي لي ار كوساين ثيتا، وعندي الواي يساوي لي ار ساين ثيتا، وعندي اذا عوضت الاكس تربيع زائدا الواي تربيع راح يساوي لي ار تربيع كوساين تربيع للثيتا زائدا اي تربيع ساين تربيع للثيتا. اطلع الار تربيع عامل مشترك وراح احصل كوساين تربيع للثيتا زائد ساين تربيع للثيتا، ذني حسب المتطابقات يكون واحد، فراح يصير عندي اكس تربيع زائد واي تربيع شي يساوي اي تربيع. نقدر نستخدم هاي العلاقه مباشره بدون هذا التوصيل، فتلاحظون انا هنا اكس تربيع زائد واي تربيع عوضت عنها مباشره بهالصيغه. ايش راح نسوي هسه هنا؟ راح نطلع عندي ال ار عامل مشترك، راح يصير طبعا دائما اذا معادله تربيعيه لها حلين، يعني تعرفون هاي قضيه سواء بولر مو بولر، هاي قوانين الجبر يسموها احنا شو نسميها؟ نسميها المبرهنه الاساسيه في الجبر، وهي اللي تقول انه اذا كانت عندي معادله من الاس مثلا نون فانه المعادله تحمل عدد من الحلول بقدر تلك النون. فعندي هنا اكبر اس للار تربيع، وانا اريد اطلع الار فاخذ عامل مشترك وتبقى عندي ار ناقص 6 ساين ثيتا يساوي صفر. اذا عندي حلين، اما شو هي هيجي سيتا شو تنكتب ايذر، ما ادري شو تنكتب ايذر هيجي او بالاي، اعتقد بالاي راحت من بالي سبيلها راح من عندي، اما الار يساوي عندي صفر اور الار ناقصين 6 ساين ثيتا شي يساوي صفر، ويؤدي الى ان الار شي يساوي لي 6
ساين ثيتا. تلاحظون عندي حلين، إما الـ R تساوي صفر أو الـ R تساوي 6 ساين ثيتا. تلاحظون هذا الحل متضمن هنا، يعني إذا عوضنا الثيتا صفر الـ R تساوي صفر. بس إذن إيش راح ناخذ؟ راح ناخذ هذا الحل. هذا الحل إذا تلاحظونه مكتوب بيا صيغة، مكتوب بصيغة الـ R يساوي F of الثيتا. دائما أريد الحل ينكتب بهالصيغة، دائما حتى تعرف شلون كملت الحل، اريد الحل ينكتب بهالصيغه، ار يساوي مجموعه شنو؟ مجموعه ثيتا. خلينا نشوف شنو المثال. طبعا هي الماده لطيفه جدا، وانا محضر لكم عده امثله. انت المهم شو تسوي؟ نريدك تحول، هاي راح امسح المقدمه. نريدك شو تسوي؟ نريدك تعوض بالعلاقه اللي موجوده وتحول لنا الار مثل ما احنا نرغب. خلنا نجي نكتب هنا السؤال اللي هو بي. السؤال بي يقول x تربيع زائدا x y زائدا y تربيع شي يساوي واحد. ان شاء الله من نوصل للقطوع ناخذها. طبعا بالرياضيات احنا ما نحتاج القطوع، بس اهل الهندسه يحتاجوها. راح نعرف هذا الكروس برودكت ايش راح يسوي لي. انا هسه ايش راح اسوي؟ راح بس اصيغ ارتب اول مره. راح اقول له يابا، طبعا الحل راح اقول له اكس تربيع، خلي شويه اكبر لكم خاف ما توضح بالكاميرا، ارتبها اجيب يمها الواي. طبعا رتبت على مود تفهموني، والا انا اقدر احل قبل. هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ار تربيع عوض عنه مباشره زائد هذا راح يصير ار كوساين بار، راح يبقى عندي هنا ار تربيع، وهذا راح يصير عندي كوساين ثيتا، والواي ايش راح يصير عندي؟ ساين ثيتا. وهذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا واحد. زين، هاي خطوة خلصنا من عندها. هسه هنا عندي الار تربيع، اقدر اطلع الار تربيع عامل مشترك، فراح يصير عندي ار تربيع شي يساوي؟ يساوي واحد زائد كوساين ثيتا، ساين ثيتا يساوي واحد. طبعا كطريقة بسيطة تقدر انت مباشرة تقول هم يريدون من عندي الار تربيع، اذا راح اقلهم الار شي يساوي؟ يساوي بهالشكل، اما واحد على واحد زائدين كوساين ثيتا ساين ثيتا. خوش حكي، انتهى الحل. يعني تقدر تحل بهالطريقه، انتهى الحل. انت خليته طبعا نقدر نجذر ونخلي موجب وسالب، ونقدر نجذر الطرفين ونخلي مطلق. هواي امور نقدر نسويها، ونقدر بعد مثلا نبسط اكثر. اذا رجعنا لهذا عندي قانون، شو يقول؟ يقول 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا يساوي لي ساين 2 ثيتا. إذا أنا هذا راح أشيل هاي أقسم عليها، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذا المقدار بهالشكل. هيك فد شيء زايد لا أكثر ولا أقل، هو مو شيء زايد، هو يفيدني بالرسم. راح تلاحظون إذا بالرسم أحاول أخلي دالة مثلثية وحدة موجودة عندي، يعني لو بس ساين واحد، حتى إذا كانت الزاوية مالته 2 ثيتا 3 ثيتا مشكال، بس ما أخلي 2 لأن شوية يخربطني ويخربطني يصير أصعب. إذا هسه نقدر شو نسوي؟ نقدر نعوض مكان هذا، نقدر نعوض شنو؟ نقدر نعوض هذا المقدار، فراح نحصل على ار تربيع ايش راح يساوي لي؟ واحد على اليمين على واحد زائد النصف، اللي هو ايش راح يصير عندي؟ ساين 2 ثيتا. وبعد اللي عنده ترتيب اكثر يقدر يرتب، يعني نقدر نجذر، نقدر نصف فيها بس ار. بس احنا المهم لقينا شنو؟ لقينا يعني واحد اذا يريد مثلا يجذر الطرفين، يجذر هذا المقدار وهذا المقدار، وهذا راح يصير عنده مطلق، او يصير عنده هاي الجهه موجب وسالب. بحالتين يرسم موجب وسالب. راح نشوف ان شاء الله بالرسم شلون نتعامل وياها وشلون نحتاج. هسه نجي للمثال الاخير عندنا ان شاء الله بهذا الدرس. هي محاضره تقفيليه هاي، حتى نقفل لان انا قطعت عنكم فتره. زائد واي تربيع اليمين على 4 يساوي واحد. خلينا نشوف شلون راح نحل هذا السؤال، شلون راح نتعامل وياه. طبعا احنا نقدر متعلمين بالقطوع، نقدر اول ما نضرب هاي التسعة في الاربعة تطلع 36، نضربه كله في من؟ في 36. فهاي من نضربها 36 نختصرها تبقى عندي 4 اكس تربيع، هاي من نضربها ب 36 نختصرها تطلع عندي 6 واي تربيع، وراح شو تساوي؟ تساوي عندي 36 باقي.
الخطوة اللي وراها ايش راح نسوي؟ شوفوا انا ايش راح اسوي قبل لا اعوض، راح اسوي لفكرة ابسط، راح اعزل هاي التسعة، يعني راح اسويها 4 اكس تربيع زائدا 4 واي تربيع زائدا 5 واي تربيع، شو يساوي؟ 36. التسعة واي تربيع سويتها 4 بخمسة واي تربيع، ليش؟ حتى اطلع هنا 4 تربيع عامل مشترك، ويبقى عندي اكس تربيع واي تربيع زائدا 5 واي تربيع شو يساوي؟ 36. تعرفون هاي الاكس تربيع زائد واي تربيع راح نعوض عنها بمن؟ نعوض عنها بار تربيع، فراح يصير عندي 4 ار تربيع زائدا 5 ار تربيع كوساين، عفوا ساين ثيتا الواي شو تساوي؟ تساوي عندي 36. نطلع الار تربيع عامل مشترك وهي اهم شيء عندنا، طلعنا الار تربيع عامل مشترك، عفوا شنو اللي راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 4 زائدا 5 ساين ثيتا شو يساوي لي؟ يساوي لي 36. ان شاء الله من راح نوصل للقطوع وكيفية كتابة القطوع الناقص والزائد والكذا نكتبهن بالصيغة، راح تعرفون هذا ليش راح يصير هيك، راح تعرفون ليش الار تربيع راح تنكتب هيك. 36 على اليمين على 4 زائدا 5 والساين عندي شنو؟ ساين ثيتا. هاي محاضرة ان شاء الله هيك، بس ردنا ننهي الموضوع بعد انقطاع عنكم طويل، وان شاء الله نلتقي وياكم بدرس اخر بالكلاس، والدرس الاخر راح ناخذ كيفية رسم المنحنيات المكتوبة بالصيغة القطبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.